اول ما نزل الموبايل دوت انا كنت قاعد بتفرج على المؤتمر ومتابع كل الامكانيات وبتاع، وعملت فيديو كده بيشرح بقى فيه كل المواصفات وكل الحاجات الجديده اللي جت في الموبايل، بس ما كنتش متحمس ان هو ينزل مصر. ليه بقى؟ شغلت دماغي كده وقلت الريلمي 2 ما نزلش مصر، وريلمي 2 برو هو اللي نزل، فريلمي 3 مش هينزل، وهينزلوا الايه 3 برو. بس طبعا كالعاده يعني ما حدش ياخد مني اي كلام، ولا حد ياخد مني اي تسريبات ولا اي اخبار، عشان دايما الاقيها لبسكم في الحيط. وريلمي اتفاجئنا وتنزل لنا في مصر ايه الريلمي 3. الموبايل من مسكته كده الصراحه بغض النظر عن انه الماتيريال بتاعته بولي كاربونيت، بس الشكل من بره كده شيك، الموبايل شكله كده برنس في نفسه كده. حته واحده عجبني قوي ان هو زي ما قلت في الفيديو الاولاني كانوا عاملين حاجه اسمها 3 دي يوني بودي، اللي هو مفيش جناب، الموبايل حته واحده، يعني هي الشاشه والظهر، ففي تلاقي كده كيرف في الجناب مسهل مسكه الموبايل. وتاني اكتر حاجه عجباني الحته الزرقاء اللي تحت دي، هي كانها نقط كتير، وطلع فوق بقى عادي ايه اللي هو عمال يصب شويه نقط زرقاء كده على الموبايل، فلما تركز قوي هتلاقي نقط الاسود دوت مش اسود غامق، هتلاقي فيه نقط زرقاء، واللون دوت في النور بيديك على ازرق، اما تيجي بقى بالليل بقى كده بيديك على بنفسجي شويه وبتاع. اسمه دايناميك، ماشي، اللون دوت اسمه دايناميك بلاك، في تاني اسمه جريدينت بلو، اخضر كده فازرق وبتاع، بس انا عاجبني الاسود ده اكتر الصراحه. واللي عاجبني برده الحته الصفراء اللي حوالين الرنج بتاع الكاميرا ديت، دي قالك بيريبريزنت اللوجو بتاع ريلمي يعني الاصفر. ومن قدام الشاشه قريبه من الشاشه بتاعه الريلمي 2 برو بنفس النوتش، بس النوتش فيه حاجة جديدة جنبها. اخيرا الاشعارات بدأت تظهر في الواجهة بتاعت كالر او اس عامة، اوبو او ريلمي، كانت من اكبر المشاكل اللي الناس كلها كانت بتتضايق منها هو موضوع الاشعارات ده، اخيرا بدأ يظهر جنب النوتش. بس كده خلاص انا كده ممكن اقفل الفيديو، يعني تقريبا كانت اكتر حاجات الناس بتشتكي منها هي موضوع الاشعارات ده، خلاص انا كده متكيف ناو. وطبعا دي مش الحاجة الوحيدة اللي جت جديدة في الكالر او اس 6، شكل الموبايل اتغير عامة، عجبتني الحتة اللي هي تحت اللي بتتنقل بيها ديت، النوتيفيكيشن من فوق كده برضو مختلف، شكلها بقت مربعات كده كبيرة، وفي كام حاجة برضو اتغيرت تانية في الانترفيس. الشرح اكتر بقى والمميزات دي كلها لما اكتشفها طبعا وقضي معاه وقت اكتر في المراجعة الكاملة بتاعة الموبايل، ان شاء الله هتبقى يوم 12. الطريقة هنا بقى صاروخية، اللي هو 4230 على الشاشة 720 دي، فاتوقع اداء بطارية جهنمي. قعد معايا قد ايه بالظبط برضو ديت لسه ما قدرتش احكم عليها، انا من ساعة ما جبته ما جربتوش اللي هو التجربة التقيلة يعني، في الريفيو الكامل ان شاء الله هقدر اقول لكم قعد معايا كام ساعة بالظبط، هعمل لكم برضو باتري درين تيست كده اشوف البطارية بتقل قد ايه مع الالعاب مع الافلام وكده. المعالج بتاع الموبايل بقى هيليو بي 60، يعني انتم متخيلين البي 60 ده اللي هو كان بتاع الاوبو اف 9 اللي ثمنه اللي هو ضعف ثمن الموبايل ده، مش ضعفه قوي يعني اقل شويه، بس فرق برضو شاسع ان احط لك نفس المعالج. والبي 60 مش وحش خالص على فكره، في ناس كتير كانت متضايقه تقول علشان النسخه اللي نزلت في الهند يوم المؤتمر كانت بي 70 فتضايقوا قالوا ليه ما نزلوش البي 70 في مصر، هي عامه النسخه الجلوبال هي اللي هتنزل بي 60. واسال كده اي حد معاه الاوبو اف 9 مش هتلاقيه بيشتكي خالص من البي 60 ولا من اداء الموبايل. الكاميرا هي اللي كنت مستني اجربها وكان فيها حاجتين عجبوني قوي، هي اللي قالوا عليها حتى في المؤتمر كانوا مركزين عليها، هي الكروما بوست والنايت سكيل. كروما بوست ديت هي زي الفيفيد مود كده، عارف انت الشوارع بتاعتنا بتبقى بهتانه كده والشجر اخضر مجرب كده، فلا ديت بتدي حيويه للالوان وبتفقع الالوان شويه، والنايت سكيب فعلا بيشقل بصوره 180 درجه بالليل. الموبايل نزل منه 3 نسخ، 3 32، 3 64 و 4 64، بس كده دوت كان فتح صندوق وتجربه وليه للموبايل يعني والشكل وكده. باقي الحاجات عليه ولسه هجربه وهنزل عليه جوجل كاميرا واجرب جوجل كاميرا على الموبايل دوت والكالر او اس 6 والكاميرا والكلام ده، فاستنى لحد يوم 12. طبعا عرفتك بيوم 12 ده، وطبعا اللي انت داخل اصلا عشان تشوفه او تعرفه هو ميعاد الموبايل، ميعاد نزول الموبايل وسعره كام، برده لسه ما تحددش ولسه ما قالوش رينج الاسعار كام، بس برده يعني انت مثلا بتتكلم في رينج مثلا 3 3.5، قلل شويه علي شويه، هنعرف رجات الاسعار وقت المراجعه كامله ان شاء الله هنبقى عرفنا كل حاجه. فاعمل سبسكرايب وفعل الجرس بتاع النوتيفيكيشن، واتقل اللي رايح على الكومنتات تكتب اعمل له مقارنه مع النوت 7، هعمل له مقارنه مع النوت 7 ان شاء الله، دي اول حاجه في مخي يعني. وبس كده قولوا لي ايه رايكم في الموبايل، وهل تتوقعوا ينزل بكام، ولازم ينزل بكام علشان ينافس اصلا. بس يلا سلام.